احنا موجودين دلوقتي في ميدان النخيل في الخارجة قدام الطحان، صرح جميل سياحيا وبيقدم منتجات تمر وفي كهف ملح. احنا دلوقتي في الطحان واحد الخارجة محافظة الوادي الجديد، بجد من احلى التمور اللي ممكن تلاقوها في مصر كلها. مش بس كده، لا هم كمان بيطوروا في نفسهم كل سنة. احنا بنعمل رحلات للوادي الجديد من 2016 تقريبا، وحضرناهم من اول ما كان محل صغير في المصنع، ودلوقتي يكبروا المحل. دلوقتي في محل وقاعدة برا، وعملوا كمان سوفينيرات على شكل البلح، فحاجة يعني جميلة. فرجوا بجد جميلة يا بلدي، جميلة الخارجة، الوادي الجديد أحلى مكان ممكن تزوروا الخارجة، زوروا الوادي الجديد.